السلام عليكم متتبعين قناة سهام فيهو لندا، كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم هذا الكيك هذا ديال الحامض اللي صراحة كتجي بنينة بزاف. كنشكر صديقتي رشيدة على الوصفة، أنا جربتها ثلاثة المرات وعجبتني بزاف وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. تبعوا معايا المقادير والطريقة في نفس الوقت. هنا كناخذوا جوج ديال البيضات كنديرهم في بول بحال هكذا، وكناخذوا هذا الكاس هذا هو باش غادي ناخذوا العبار. كيف كتشوفوا أنا خديت كاس ديال السكر ما عمرش قل ربع. اذا كتعجبكم الحلاوه بزاف تقدروا ديروا كاس كامل وعامر سكر الناس اللي تعجبهم الحلاوه. وهنا غادي نضيف واحد القبصه ديال الملحه وغادي نخلط هادشي مزيان خصهم تيتجانسوا ويتبدل لنا اللون ديال هاد الخليط. هذا هو لاباز ديال هاد الكيكه هادي باش كتطلع مفشفشه وزويونه. تبعوا معايا المقادير كيف ما هما وغادي تنجح معكم مزيان. هنا الحاجه الثانيه اللي غادي نزيدو او الثالثه هي كاس ديال الزيت اللي هو ما عامرش نص كاس ديال الزيت. كيف كتشوفوا خصنا ضروري ما نكثروش الزيت باش كتجينا الكيكه غزاله. كنبقاو كنضيفوا في الزيت وحنا كنطربوا، يعني كنبداو تنضيفوا شويه بشويه وحنا تنخلطوا بالطراب اليدوي او الكهربائي، يعني اللي عندكم كتبداو تتخلطوا بحال هكا وكتضيفوا في الزيت ديالكم. ممكن تعوضوها بالزبده، يعني نص كاس ديال الزبده ممكن تعوضوها بها كتجي بنينه حتى هيايا. بعد ما خلطنا هاد العناصر كلها بحال هكذا غادي ناخذ كاس عامر ديال الحليب بحال هكذا وغادي نخويوه حتى هو مره وحده وغادي نخلطوا ثاني هادشي كله مزيان مع بعضه. بعد ما خلطنا مزيان هاد الخليط هذا غادي ندوزو العنصر الاساسي ديال هاد الكيكه هادي اللي هو هاد الحامضه هادي. غادي نحكو القشره ديال الحامض كلها على هاد الخليط هذا. هانتوما كيف غادي تشوفوا ممكن تستعملوا اي حامض عندكم اولا الليمون، يعني ماشي بالضروره الحامض الحامض الاخضر او هذا الصفر كيجي صفر بنين صراحه. من بعد غادي ناخذ الحامضه غادي نعصرها وغادي تخرج لي ربع كاس بحال هكا، غادي نضيفها على الخليط وغادي نخلط هادشي مزيان. من بعد غادي ناخذ داك الكاس غادي ندير منه جوج الكيسان ديال الدقيق. هذا هو الكاس الاولاني من بعد ما خلطوا وهذا هو الكاس الثاني. انا كنوريكم دابا الكاس باش تشوفوا الدقيق كيفاش. انا الدقيق كنغربلو وكنحطو وكنبدا كندير الكاس كنهز به الدقيق. حاولوا انكم ما تضغطوش عليه باليد اولا بالمعلقه باش كيكون الكاس يعني كامل مكمول ماشي بكثره. هنا غادي ناخذوا الخماره من بعد ما ضفنا الكاس الثاني غادي ناخذوا الخمامه. هنا عندي انا ديال 16 غرام ما غاديش نضيفها كامله، غادي ندير عندي نشيط منها واحد شويه يعني واحد جوج غرام او لا 3 غرام غادي نحيدها بحال هكذا. بالنسبه للناس اللي في المغرب غادي ديروا جوج الخمامات يعني ديال 6 غرام ولا 7 غرام 7 غرام. ومن بعد غادي نخلطوا في هاد الاثناء هادي محدي انا كنضيف في الدقيق. شعلت الفران درتو على 180 شعلته من الفوق ومن التحت باش كيسخن. هنا من بعد ما خلطت الكيكه ديالتي هذا هو القوام ديالها كيف كتشوفوا تخلطات مزيان. كنزيد نحيد دوك الجوانب اللي لصقوا ليا في هادي ديالتي اللي كنخلط فيها. من بعد كنخلط كل شيء مزيان باش كيتجانسوا ليا وديك القشره ديال الحامض حتى هي كتطلق في بعضياتها. دابا غادي ناخذ واحد المول اللي طويل بهذا الشكل هذا غارق. دهنته بشويه ديال الزبده ودفدفت عليه شويه ديال الدقيق. هذا المول هذا خديته من اكسيون من اكشن صراحه عملي بزاف وزويون. غادي نخوي فيه الكيك ديالي. هانتوما شوفوا القوام ديالو، يعني تبعوا غير المقادير عرفتوا غادي تحصلوا على واحد الكيكه اللي صراحه زوينه بزاف. غادي تاكلوها في البلاصه ما غاديش تبقى. كيكون القوام ديالو خفيف صافي. هنا دابا غادي ناخذ اللوز ايفيلي وغادي نزين الوجه ديال الكيك ديالي. الا ما بغيتوش نتوما تزينوها قبل ما تدخلوها للفران ماشيش ضروري، خليوها تتخرجوها من الفران عاد زينوها باش ما بغيتو. ممكن دهنوا الفوق ديالها بالكونفيتير وديروا كاوكاو مهرمش بحال هكا اولا الكوك، يعني لكم الاختيار. انا صراحه كيعجبني الكيك ندير اللوز ايفيلي بحال هكا كيجي كيتواتى مع الطعمه ديال الحامض. صافي دابا هنا من بعد ما دفدفت اللوز ايفيلي بحال هكا غادي ندخلها للفران وغادي نطفي العافيه من الفوق وغادي نخلي الفران مشعول غير من التحت على 180 اولا
170 وغادي ندخلها دابا للفران. هذا هو الكاس اللي غادي نعبر به، شتوه هذا هو اللي عبرت به كويس ديال اتاي، يعني قياس هو الكاس عنبه اللي تنقولوا ليه، هذا هو اللي تاخذوا به العبار. هنا الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران، شوفوا ما شاء الله كي كتجي منفوخه، ما شاء الله كتجي زوينه بزاف. انا غادي نشاركها معكم في الصحن التقديم كيفاش كتجي. ها هي الكيكه ديالتي من بعد ما حيتها من المول، هنا راه باقا سخونه ومقرمله. انا حطيتها دابا هنايا، دابا شويه مشاركه معكم مقرده كيفاش كتجي. الصراحه كتجي بنينه والله هي البنات، صدقوني جابتها لي صاحبتي كليت منها قلت لها والو تعطيني الوصفه باش نشاركها مع المتتبعين ديالي، وجربتها انا جوج المرات وهذه المره الثالثه كنجربها. الصراحه كيكه بنينه وخفيفه وزوينه، يعني فرق كبير مع الكيكات اللي كندير، يعني واخا كندير كيكات ما شاء الله زوينين، ولكن هذه عرفتوا حمقاتني معها، كتجي خفيفه بزاف، وديك الطعمه ديال الحامض عرفتوا يا سلام. هانتوما غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. عرفتوا راه كتجي مفشفشه وخفيفه خفيفه خفيفة. غير حاولوا انكم بس كتروش الدقيق وتبعوا المقادير كيف ما عطيتهم لكم، غادي تجيب لكم واحد الكيكه اللي دغيا كتوجد. تقريبا خدات لي 35 دقيقه في الفران، يعني ماشي بزاف. بعد ما طابت من تنفخات وذهب لي الوجه ديالها، عاد من بعد شعلت عليها الفوق وتحمرات وصافي، وحطيتها وبالصحه والراحه. ها انا هنايا دابا حاطه لي كويس ديال القهوه وحاطه لي الكيكه ديالتي، كندير واحد الباوز ديالي وبصحتي وراحتي، وحتى نتوما بصحتكم وراحتكم. هانتوما راه دخلت انا في الطريف وزدت حتى الطريف الثاني. اي هي البنات والله العظيم الا صراحه كتجي بنينه بنينه. حتى نتوما بصحتكم وراحتكم الا جربتوها، وكنشكركم على حسن المتابعه لا فيديو من الاول حتى الاخر، وكنقول لكم بسلامه عليكم، نتلاقاو في وصفه اخرى. بسلامه عليكم.